كريال غير كريال المستشفيات والمستوصفات. فبالتالي الصيدلية هذا هو مهم. بالنسبة للمدن يمكن المدن الصغيرة ما تحسوش بها لأن فيهم بعض المناطق أو المدن الكبيرة اللي فيها الصيدلية فيها مش المدينة يعني فيها بريفيري. فبالتالي نحاول أننا نكون متواجدين في جميع النقاط لتلبية الحاجة تكاثر المرضى وفي نفس الوقت باش أننا نسهلوا عليهم وجود الدواء ديالهم. لكن المشكل يكمن واش هذا الحق
كيوصل للمواطن ولا ما كيوصلوش. للاسف هناك قوانين على ورق ولكن السبب ديالها ما كاينش. كنسمعوك على تغطيه صحيه بالنسبه للفئه الفقيره، تغطيه صحيه بالنسبه للطلبه اللي عرفات ديال عام الموز وتم التفعيل ديالها، تغطيه صحيه للبروفيسيون ليبرال اللي هما حنا مثلا كصيادله ديالو مهندسين وما عندناش تغطيه صحيه. تصور ان حنا صيادله ما عندناش تغطيه صحيه، فبالتالي حنا دولة فيها خلل. هذا خصنا نعترفو، هناك خلل، خلل سياسي، خلل سوسيولوجي، خلل اجتماعي، كاين خلل. الثمن ديال الأدوية يمكن لاحظنا أن الأدوية عرفات في السنوات الأخيرة خفض في الأثمنة، يعني الدولة دارت استراتيجية ديال خفض ديال الأدوية واللي كان لاكتور برينسيبال فيها هو الصيدلاني، لأن حنا اللي كنتضرروا اللي كنشوفوا يعني اللي كنشوفوا أن الخدمة ما كايناش بزاف. علاش؟ لأن المواطن ما كانش يجي شو الواقع اللي فحنا اللي شاركنا وطلبنا بأن الأدوية تخرج. الدولة هي اللي كتحدد ثمن الأدوية، والدولة اللي يعني اللي كتحدد هاي الشبكة ديال الصيدلاني، فحنا محصورين بين نارين كيفرضوا علينا كتفرضوا علينا الدولة. المواطن اللي كيتشكى من الدواء ماشي الدواء ديالي، اللي كيصدق الدواء ديالي كيبقى المواطن كيمشي للطبيب، كونسلتاسيون عندها ثمن ما يفوق 150 درهم، عنده تحاليل إذا كانت تحاليل بازي كتوصل 400 درهم، إذا كانت تحاليل اللي كتجي للكونفورت كتوصل حتى 5000 6000 على حسب الدواء اللي كيوصل لافارماسي صافي ما بقى عنده ما يدير. هو كيدخل لدار الدكتور ما سمع الدخله كيقول واحد الدواء غالي. علاش؟ لان كنستنسفو منه يعني المصروف الكبير، فبالتالي حنا كنحاولوا ان نوفروا الدواء باقل تكلفه كنشتغل جاهدا. مثلا حنا الصيد سواء كرؤساء نقابات او فيدراليه او فاعلين في مجال الصحه، كنحاولوا اننا نفرضوا على الدوله انها توفر تغطيه صحيه باش يكون للجميع الحق ان يتمتع بصحه جيده ويتمتع ب يعني تكون دو كونسوماسيون دو برودوي دو ناشيون. بالنسبه للاخ من الجمعيات ديال حركه تبع السيما، من هذه المناسبه كان يعني نقدم تحية صغيرة وإجلال بالنسبة للدكتور بالقصير اللي كيشتغل رئيس الجمعية اللي كيشتغل كل جهد صراحة، وكنوه الأعمال ديالو سواء على المستوى المحلي والمستوى الجهوي والوطني، يعني كفاءة كفاءة صراحة كفاءة عندنا في المدينة. حنا شركاء مع الأطباء، شركاء مع الجمعيات، خصوصية المعلومة في التوعية في التحسيس. يمكن المرض عنده خصوصية، لأن ما هو علاقات جنسية يمكن أمره عنده خصوصية، فبالتالي التعامل ديالنا تعامل خاص. حتى الطريقة اللي يمكن كنخدمو بها خصوصا مع الشباب، يمكن نتوما في الجمعية راه عرفتو لا فورماسيون ديال التسميم اللي هو نفس التسميم اللي خدينا حنا، يعني التعامل مع هذا المرض أساسه في يعني في المرتبة الأولى هي التوعية والتحسيس. حنا في الدولة ما عندناش هذا المشكل، وكنصفو دائما مع الجمعية باش يكونوا يعني حملات تحسيسيه على كل العام. بالنسبه لما نوصل على دورات بينيا كيما انا كنصور عليها حنا كصيادله، واللي يمكن حتى نعاود نقول لك صوت القصير تخدم فوالا يعني شحال من دار الشباب كيفاش يعني ثلاثة ولا أربعة دورات بينيا اللي دار لهم من الجمعية، يعني ما عرفتش ليكزامبل ديال الدكتور بالمسال، فبالتالي دورات تقنية كاينة. حنا كنحاولوا أن
عندك ياخد تكوين المفروض داخل الصيدليه باش تقدر يجاوب على جميع الاسئله، يعني اي مشكل يصير في المريض خاص المستخدم ياخذه بجديه ويكون ملتزم غرامات و يعني حتى السجن. فبالتالي
الصيدليه ما كاينش رونديفو باش تدخل الصيدليه ما كاينش وقت محدد اللي كان مفرق انني Yeah.
ما كاينش
لان احنا يوم حنانين يوم حصري لدينا دويه صرف الدوله ما بين هذه الشبكه ديالها بيننا بعد الاحتياليه ويتم سجل ثلاث شهور ولا مثلا بعد اللي يمكن هذه الشبكه ديالو تبقى مفتوحه اللي يمكن صيدلاني كيمسلمو علاش كنبقى مثلا بعد الاحتياليه ديال الوقت الشمس كيديرو كيمسلمو كيبقى عندي واحد البلان ولكن انا قاعد ومع ذلك انا كعرايش نحاول كما قال اننا نضبطوا هذا الشيء باش ما يكونش هذه المنافسه لغير الشركه ما بين وهذه المناسبه باش نقول ماشي انا كعرايش نحاول نعمل هذا العكس كون هي وقفه قبل وسي غراس على القيمه ديال القفز ديال العرايش بالنسبه للمستوى الوطني من احسن النقلات لان ولا غادي تسمع لك شي حاجه اللي دير داك
الفاطمي سنه مسؤولين نعرف انا كان خطبه عارفين انا كان خطبه على بعض الرسمي نفرق الصباح يعني هذا السلوكيات اللي تصور تعاونا فيهم يعني الواحد يفرق اسبوع كامل من غير كامل يفرق بدل الا اكيد كيبقى عندي سياره على الحال وشوف ما تكونش عاده انا بدي نشري وصفي عارفه راسي اللي كاينه نشري وسع دار شي كلمه ديال الشمس نمشي يعني خلي السايده ديال الكراسه بغيت نقول البدله كل زعما قلت الكاميرا ديالها بالنسبه للتواصل حنا اي وقت ما يمكنش انا نشكل الاعلامي ملي كيكون شي اعلامي ممكن عليكم كيكون عندنا شي لقاء مثلا Thank you.